مهنتي فغصب عني بجتهد فيها وبحاول اطلع احسن حاجه. بس الشرنوبي شايف بدور عليه احيانا بتاثر على احيانا طبيعي. انا كل حاجه عندي بتاخد وسط يعني ما فيش خطوه حد او حد بدا يتكلم الموضوع يعني. بص انا مش حابب اتكلم في اي حاجه شخصيه. انا شغلي اولا دلوقتي والباقي كله دي حاجات شخصيه يعني ما كنتش حابب اتكلم فيها وما اتكلمتش فيها غير في البوست يعني. احنا انت قلت ان شغلك واقف، هل هو هنلاقي شغل الفتره الجايه موجود ولا ايه الاخبار؟ الله اعلم الله اعلم، ربنا يستر.